السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غليزان، مرحبا بالجميع. اليوم جيت نهضر لكم على الإعلان اللي حطيته، اللي هو تحضير لاختبارات الفصل الثاني. درنا دورة مراجعة لمدة يومين، 11 و12 مارس، 11 و 12 مارس، وين في الجزائر العاصمة، في مدرسة كليك سكول. اللي يبغي يحجز الأماكن، أماكن محدودة، الرقم الهاتف راه في الأسفل، عيطوا لهم يعطوكم العنوان وتحجزوا الاماكن تاعكم. كاين بزاف اللي قالوا لي علاه ما ديريش في مسغالم، علاه ما ديريش في وهران، علاش ما كاش مدرسه؟ لو كان نعرف مدرسه يعيطوا لي نجي، ما كاش مشكل، ماذا بينا، يا با بروبليم. الوغ الدوره هذه غادي تبدا، قلنا كما قلنا الجمعه لو 11 مارس، نبدا مع الابتدائي من 10 ل 12 5 اني، من الزوج للربعه 4 اني، من الربعه للسته 3 اني. لو بري عندنا 50,000 ساعتين، يعني بري فريمون، يعني سعر في متناول الجميع. الوغ الدوره اليوم الثاني هو السبت 12 مارس، لو 12 مارس، عندي 4 اني 8h30 حتى 10h30، هادو تاع اصحاب البي ام. من بعد بروميير اني من 10 ونص 12 ونص، دوزيام اني من الوحده للثلاثه، وتروازيام اني من الزوج من ثلاثة لخمسة. ألوغ قالوا لي واش غادي ديري في هاد الدورة؟ في هاد دورة مراجعة نراجعوا دروس، نحطوا موضوع اختبار، ونحطوا فيه كامل الأسئلة اللي تقدر تجي يعني في الاختبار، كل أنواع الأسئلة نراجعوهم ونتعلموا كيفاش نجاوبوا عليهم. دونك فوالا، اللي يبغي يحجز الأماكن تاعهم عيطوا في الرقم الهاتف، وان شاء الله نتلاقاو الجمعه والسبت. مرحبا بالجميع، ونقول لكم الله يعطيكم الصحه، ونشوفكم تري بيانتو فيديو جديده.